حقيقة ما كان عندنا أي متنفس، بل مو إحنا. التهديد عدى من قبل الولايات المتحدة بأنه هو التنظيم الأشرس والأكثر فتكاً في تاريخ الإنسانية، وعد تهديداً للأمن والسلم الدولياً. ليش؟ هي الأمم المتحدة ومجلس الأمن كان لديه قدرة رد الفعل إلا بعد بحدود شهر حتى تشكل تحالف دولي، والتحالف الدولي يدخل ويتموضع ويعيد انتشاره ثم بعد ذلك يشتبك. في خلال هذه الفترة المهمة والحساسة كادت المنطقة أن تنهار. لذلك من نتحدث عن الفتوى، هذه الفتوى التي بالحقيقة صنعت إرادة ما حققت فقط الأمن والأمن في العراق وحققت قدرة ردع محلي، لكنه ردعت إقليميا، حققت الأمن الإقليمي وحققت الأمن والسلم الدوليا. لذلك إلى الآن في خطاب الأمم المتحدة يجري الحديث على أنه لولا الفتوى ما تحقق الأمن والسلم الدوليا، اللي إذا عدت إلى ميثاق الأمم المتحدة تجد أن هذا الميثاق الذي تصالحت عليه 193 دولة في العالم أهم مقصد فيه هو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. فليعي الرأي العام العراقي مدى أهمية ودور المرجعية، وفي تقديري المنجز من صنع النصر المرجعية ومن قاد الميدان المرجعية، حتى توجيهاته وإرشاداته كانت فيها بالحقيقة في الميدان واعز معنوي وتعبوي، تحقق النصر. فلذلك إذا كان للنصر صانع فهي المرجعية.